بارك الله ما شاء الله. سوق اثنين الحاج بن الاخوان بتاريخ 29 مايو 2023. اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. السوق اثنين الحاج بتاريخ 29 مايو 2023. السلعة تبارك الله راه الصحيح. اللهم بارك وصي، سمحوا لينا الله يرحم والديك. تحفظ بقى الرئيس 82 اخويا تبارك الله 82 4100 راه السوق تبارك الله. راه السوق اللهم بارك. لا كاينه، انا عندي كاينه. والعجبانه ما بقاتش عندي سميه كيفاش بحالها. ايوا تتحيد تتحيد. انا ماشي كتحيد. ماشي بلا واخا. الله يصلح الله يصلح. راه السوق اللهم بارك. 4100 درهم الله يسخر المولى. شحال الرئيس وين؟ وين احنا 52 هاي الشانل الرئيس 52 تبارك الله. هنايا غير الحاجب. هاي غير الحاجب 52 تبارك 2600 درهم 2600 درهم. دابا انا كاين سنان الحليب وسنان الحليب سنان الحليب شحال 52 الرئيس شحال تقول البيع؟ ها؟ شحال تقول البيع؟ كنقول 54 الى جاب 2700 الله يجيب التيسير الله يحفظك الله يرحم الوالدين الله يسير 2700 باش تفضل. شحال الرئيس وين؟ تبارك الله عليك 44 و200 تبارك 2210 درهم الله يجيب التيسير الله يسهل اللهم شحال كنتي لهم البيع؟ 2400 شحال الرئيس من شحال؟ الله يسخر 1250 درهم 1250 شحال الرئيس وين؟ 41 2050 درهم. هذا غير سنان الحليب دابا حتى العيد يبقى سنان الحليب دوغي ولاد العام ولاد العام واحد وربعين شحال الرئيس وين؟ 2250 2250 شحال كسر البيع الرئيس؟ ها؟ شحال البيع؟ 47 الله يسهل لهم 2350 درهم حلي تبارك الله موجود اللهم بارك شحال الرئيس وي؟ اخويا 56 56 تبارك الله سنان الحليب تني سنان الحليب 56 كاين اللي غادي يهرس 2800 درهم تبارك الله شحال كنتو البيع؟ كنقولو 60 3000 يجيب الله الله يسهل لهم الله يسخر 3000 درهم تبارك الله الرئيس تبارك الله عليك هاني يا خوانو بخير الله يحفظك هاك الموس تبارك الله الله يسخر شحال عطاك السوق؟ 53 2650 درهم 2650 شحال كنتو لها البيع؟ 58 يجيب 53 2900 درهم ربيع الله يجيب التيسير الله يسخر شحال الرئيس وين؟ 57 57 2850 درهم 2850 درهم حول غليظ اللهم فيه 2850 درهم تبارك الله متجوزة موجودة الاخوان الناس تفرجينا تتفاعل معنا في القناة تخلينا نسمع اللهم يسر شحال الرئيس وين؟ 48 و 55
2425 2425 غادي يجيب تيسير غادي انا ديال الحجم شحال قلت له البيع 55 2750 البيع الله يسهل الله امين الله تمام شحال الرئيس شحال 47 2350 ديال الحجم شحال قلت له البيع 54 50 درهم سموني لا تقصرش قول لي مليح مليح عاد تيطلع انا اللي مبرد ياك لا لا واه الله يجيب شحال قلتوا له البيع شحال 65 3250 درهم الله يجيب تيسير المليح بثمنه الحمد لله الله يكمل بالخير الله يعاونكم أثمنة الحلية الإخوان بتاريخ 29/2023 سوق 2 الحاجب الإخوان تبارك خير موجود الحمد لله شحال الرئيس من شحال؟ 41 41 2050 درهم مازال ما مركبين لهمش حلقات مازالين يلاه باش يعاون شحال قلت لهم البيع؟ كم 45 غير ديال هنا نيت 15 2250 درهم سقط 2250 تبارك الله سلعة مدسوسة اللهم بارك الرئيس تبارك الله عليك الله يسخر شحال اخليه 66 3300 3300 هادي مدزوزة اخليه ياك تبارك الله شحال قلت له البيع؟ كل شيء على الله الله يكمل بالخير تبارك الله تبارك الله حوال الله وما بارك الرئيس تبارك الله عليك الله يسخر اش عطاو هنا؟ 73 3650 درهم الواحد تبارك الله ما عطاو شي واحد بوحدو حول الله تبارك الله في الرادين اللهم بارك هذا ديال لانوك المليح واش ديال السن؟ واحد سنة الحليب تبارك الله عطيت الله تبارك الله شحال قلت لهم البيع الرئيس؟ 80 4000 درهم باش نقطعو تبارك الله 4000 درهم هادو الحاجة اللي عطاوك في هادو؟ شحال عطاو في هادو؟ 104000 بجوج 104000 يعني 52600 درهم الله يجيب تيسير 2600 درهم شحال الرئيس وين؟ 54 تبارك الله عليكم الله يسخر الله يسهل الله كاردو تبارك الله 2700 قطعنا 2850 درهم الله يجيب تيسير غير هنا غير الحجم الحجم منطقة الكوري تبارك الله يسهل الله الله يسهل الله يسهل شحال الرئيس وين؟ 54 2700 ديال هنا الحجم أزرو شحال قلت له البيع؟ 58 2900 درهم خير موجود الحمد لله شحال هذا اخوانا؟ 72 72 سنة الحليب
72 3600 الله يسخا الله يجيب التيسير. شحال قلتي لهم البيع؟ شحال 80 4000 درهم. اللهم يسلم عليكم سوق الحاج هو هذا. الناس تصور فينا ما تنساش تفاعل معنا في القناة تخلينا بصمة. اللهم يسلم.